مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، يتواصل اللقاء ويتجدد من انطلاقه ارضيه عاصمه الميادين ميدان الوثبه، انطلاقه موفقه سليمه باذن الله تعالى. شوطنا الخامس خصص هذا الشوط للقعدان الحجاج عبر قناه ياسر الرياضيه، من تتابعون هذه الانطلاقات. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، من ياتي مع الصداره والمقدمه متعود علي مايل بالفعل، مبارك بن سهيل بن ربيع المحرمي من يقدم لنا متعود، نشوف اللي بربيع المحرمي يتقدم مع الصدارة. ثاني المراكز مغرد عامر بن مصبح بن عارب بن حوير بن منصوري من يقدم لنا هذا الانطلاق والشعار. المركز الثالث يتدخل سياف عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي، ينطلق مباشرة ويقدم لنا سياف. نشوف اللي في المركز الخامس غير إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، ينطلق مباشرة ويأتينا أرى اللي هو شارد يتقدم بهذا المسار. هناك الطائر أحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي من يقدم هذا الاسم. الوصول والقدوم من الجانب الآخر، أسامي تتقدم، شعارات تنضم. مشاهدينا الكرام، سياف سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي غير واحتل المركز الثالث. رابع المراكز من يأتي مباشرة، مهول ضاحي بن سعيد بن سيف المشغوني يتقدم مباشرة. والوصول والقدوم، هناك من ينطلق بين رامس بن محمد بن ضبيب العامري يتقدم مباشرة ويحتل المركز السادس. سابع المراكز اللي في المركز السابع ينطلق بهذه اللحظات ويتقدم بهذا الانطلاق والمسار، ياتينا شاهين احمد بن سيف بن سلطان بن منصور المنصوري من يقدم هذا الاسم. الوصول والقدوم من الجانب الاخر، ينطلق مباشرة هناك القرم خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، ولكن لنعود الى مقدمة الشوط، لنعود الى سكان المقدمة مع الصدارة. من يسيطر مع البداية؟ الطاير هو طاير بالناموس، الطاير هو ان يهدي مالك الفوز والانتصار احمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. يا سلام يا سلام عليك الهاشمي، من قدم لنا الابداع؟ يقدم لنا الطائر احمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. ولكن حذاري من اللي قادم بين، ومن الجانب الاخر شاهين حمد بن حميد بن منصور الدرعي، اول اذاع لشاهين مع الامتار الاخيره، ولكن الصداره الطائر مع البدايه، الطائر هو طائر ان لم يكن شاهين يلحق الطائر، ولكن الطائر ما يهزه ريح، صامد صمود الجبال. اعلن الفوز والناموس احمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي، سلام الهاشمي سلام. شاهين ثانيا حمد بن حميد بن منصور الدرعي المركز الثالث. من وصل مشاهدينا الكرام بين رامس بن محمد بن ضيب العامري. المركز الرابع سياف سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي. المركز الخامس هناك اللي هو ينطلق سياف عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي. نذهب إلى التوقيت الزمني وأثناء وصوله الطائر إلى خط النهاية، معلن الفوز والإبداع أحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. قطع المسافة دقيقتين 52 ثانية وستا من الأجزاء، تهانينا والناموس لأحمد بن عبد الله بن ناصر الهاشمي. ثاني المراكز شاهين حمد بن حميد بن منصور الدرعي قدم عرض شكر عليه، قطع المسافة في زمن دقيقتين و53 ثانية وخمسا من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك شاهين. المركز الثالث من أتى في ثالث المراكز بين رامس بن محمد بن ضبيب العامري، قطع المسافة دقيقتين 54 ثانية خمسا من الأجزاء، تهانينا والناموس. خامس المراكز أو رابع المراكز اللي هو سياف سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، قطع المسافة في زمن وقدره دقيقتين 55 ثانية ثلاثا من الأجزاء. المركز الخامس سياف عبد الله بن سعيد بن سالم الوهيبي، التوقيت الزمني لسياف وقاطع المسافة في زمن وقدره دقيقتين 55 ثانية تسعا من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.